بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل الجزء الثاني من محاضرة الفيرال باثوجينيسيس، اللي هي باثوجينيسيس اوف ذا فيروس، كيف الفيروس يسبب المرض لدى الإنسان. الآن بالنسبة للفيروس، الفيروس انتري تو ذا هوست. كيف يمكن أن يدخل الفيروس الجسم؟ بداية حتحدث عن فيروس كورونا. كليتنا نتحدث الآن بالنسبة لفيروس كورونا، كيف ممكن منفذ الدخول؟ قديش احنا كنا لما نقول في طرق الوقاية من فيروس كورونا، ممنوع اللي هو حك اليد بالوجه والعينين. ليش؟ لأن هذه المناطق يمكن أن تؤدي إلى دخول الفيروس. فمثلا عندك الفم، العينين، منطقة الأنف، هذه تعتبر مناطق يمكن أن يدخل منها الفيروس. لذلك هنا وجب التنويه أن الفيروس يمكن أن يدخل أيضا من خلال مين؟ الجلد. ليش احنا دائما بنقول الإنسان لما يكون مجروح أو عنده أي جرح أو أي خدش في إيده لازم يكون مغطى بلاستر؟ ليش؟ لأنه يعتبر أي خدش أو أي جرح في الجلد يعتبر مدخل هام لدخول الفيروس في جسم الإنسان. نعم، فيروس ما بقول لك، كان most viruses which infect، معظم الفيروسات واللي بتعمل infection تسبب التهابات من مين؟ via skin. require a break in the physical integrity of infective barrier of the effective barrier. وهي طبعا ايش بتنتظر هذه الفيروسات حتى تدخل الجسم، اي وجود اي خدش او اي جرح في جلد الانسان، وجود جروح او abrasions. تمام، لذلك وجدوا ايضا انه هناك الكثير من الفيروسات عشان لما بتيجي تدخل جسم الانسان ايش بتستخدم لذلك؟ وسائل ناقله. مثلا على سبيل المثال الحشرات الناقله، يعني الفيروس ممكن يستخدم حشره ناقله في نقل المرض. فمثلا على سبيل المثال يمكن يستخدم التكس والقراده، موسكيتس والثبعوض، او فامباير باتس الخفافيش، تو بريك ذا بارير، حتى انه يخترق هذه الحواجز الموجوده على جلد الانسان. تمام، اذا الجلد منفذ هام. عمال قاعدين مش بنحكي قاعدين جماعه انتعون في التحذير من فيروس كورونا، مش انه تمسك ايدك كل حين تحك في منطقه الكونجنكتايفا في العين، لانه برضه ممكن يكون منفذ برضه لدخول الفيروسات. الكونجنكتايفا ملتحمه العين والميوكس ميمبرين. في عندنا كذلك شغله مهمه جدا ورئيسيه، ليش احنا بنلبس الكمامات؟ بقول لك كل ما كان في عندنا وقايه في لبس الكمامات كل ما قل فرصة دخول الفيروس إلى جسم الإنسان. ليش؟ لأنه الفيروس من المنافذ الهامة والمركزية لدخول جسم الإنسان، زي مين؟ زي respiratory tract. حتى بقول إنه الجهاز التنفسي in contrast، على نقيض من الجلد، respiratory tract and all other mucosal surfaces، وكل الأماكن الجلدية هاي possess epithelial sophisticated immune defense mechanism، تحتوي على ايش؟ نظام مناعي متقدم، as well as specific inhibitory mechanism. يعني نجد انه الجهاز التنفسي يعني خلينا نقول على نقيض من الجلد يحتوي على جهاز مناعي متقدم، as well as non-specific inhibitory mechanism. زي مين؟ على سبيل المثال من الحاجات الموجوده في الجهاز التنفسي ciliated epithelium، السيليا تعمل كنس لمين؟ للميكروبات عند دخولها الى جسم الانسان. ميوكس سكريشن، الافرازات الموجوده عنده في الفيول ميوكس. لوور تمبريتشر، درجه الحراره المنخفضه، ويتش فيروسز ماست اوفركم، والتي يجب ان يتخلص منها الفيروس حتى يبدا في غزو جسم الانسان. لذلك وجدوا ان الجهاز التنفسي عنده وسائل دفاعيه اكثر من مين؟ من الجلد. ايضا من عندنا منفذ هام يعتبر لدخول الفيروسات، جاسترو انتستاينال تراكت، من خلال الجهاز المعوي. الهوستايل انفايرمنت، واحنا بنعرف انه هذه المنطقه اللي في عندنا جاستريك اسيد، في عندنا بايل سولز، بحيث انه الفيروسات تستطيع ان تنتشر عن طريق الجهاز المعوي. must be adapted to this hostile environment، يجب انها ايش؟
تتكيف مع هذا المكان اللي هو ممكن انها تدخل له. الجينيتورينري كمان من المنافذ الهامه برضو اللي تاخذ في عين الاعتبار بشكل كبير، اللي هي الجينيتورينري اللي هي جهاز البول التناسلي ريلاتيفلي لوس ستايل دان ابوف، لكن وجدوا انه اقل من المنافذ الاخرى. يعني من المنافذ الاكثر دخول الها جسم الانسان ريسبيراتوري سكن، نعم، لكن لو جينا على جينيتورينري يعتبر منفذ ايضا مهم من خلال يمكن ان يدخل الفيروس، لكنه اقل يعني في التدرج من المنافذ الاخرى. هي عندي انا الواضح من الاماكن كيف انتقال الفيروس للجسم او دخول الفيروس لجسم الانسان، كونجنكتيفا قلنا قبل شوي، الاريثروبورت الحشرات الناقله، الكابيلاري، تمام، سكراتش انجري اذا كان صار في خرمش جرح في الجلد، المين اجهزه ايضا مهمه ممكن منفذ يدخل لها جسم الانسان، الريسبيراتوري تراكت، الالمنتري تراكت، اليوروجينيتال تراكت، الانس، سكن، تمام. في حاجه احنا بنحكيها دائما ان الله سبحانه وتعالى اوجد في الانسان فيزيكال بارير، ايش يعني؟ مناعه طبيعيه، بحيث انه في عندنا شغلات ربنا دخلها يعني اوجدها في جسم الانسان، هذه الشغلات تقوم بدور الحمايه من الميكروبات والفيروسات. على سبيل المثال لو جينا على في عندنا شغلات بايوكيميكال وفي عندنا شغلات كيميكال وفيزيكال، هذه الشغلات تعتبر باريرز اللي خلقت مع الانسان للحمايه. على سبيل المثال في عندنا اللايسوزايم الموستيرز، اللايسوزايمز الموجود وين؟ في الدموع، في النيزل سكريشنز، في الافرازات الانفيه، سلايفا، هاي تعتبر شو اسمه مهم جدا مهم جدا دارها في برضو المناعة. في عنا سبيسيس جلاند سكريشن افرازات الغدد العرقيه، في عنا الاسيد في الاستومك الحمض في المعده، في عنا الكومنسال اورجانيزم الموجوده في الجاتس والفلورا، العديد من الميكروبات وكثير من الميكروبات موجوده في عنا في منطقه الامعاء وفي منطقه الفاجينا، لها دور هام كنورمال فلورا، وظن شرحنا كثير هذا الكلام انه عنا لكم من الميكروبات الموجوده في منطقه الجت زي الانتريك بكتيريا زي الشريشيا كولاي والكليبسيلا، من الميكروبات الموجوده بشكل طبيعي في الفاجينا اللاكتوباسيلاي، ايضا حكينا عن مين سكن الانتجريتي اوف ذا سكن، يعني انه الجلد لما يكون فيش اي بريكن او انجر يعتبر في بارير جيد ضد دخول الميكروبات. سبيرمين في السمن، سبيرم الحيوانات المنويه الموجوده في السمن. يعني على ذلك نجد انه هناك بايوكيميكال كيميكال فيزيك، هذه تعتبر يعني وهنا عندنا كذلك اللي قبل شوي حكينا عنها بشكل هام السيليا لايننج دي تراكيا، حكينا انه اللانج يعتبر نسبة المقاومة تبعته في دخول لدخول الميكروبات اعلى من مين من السكن، ليش؟ لانه في عندنا مقاومات اكثر موجودة في منطقة الريسبيراتوري منها السيليا، تمام، اللي بتعمل ريموفينج للبكتيريا لايننج التراكيا موجودة في منطقة الشعب الهوائية، والميوكس اللي هو المخاط. اذا هذه اشياء جدا مهم نعرفها في كإلها دور إنها تكون أو تساعد في تخلص من البكتيريا أو طيب الآن سمري فيرن ترانسميشن، كيف بنتقل الفيروسات؟ هنا على سبيل المثال عندي ريسبيراتوري عن طريق الجهاز التنفسي، يمكن الآن هذه فقط يمكن السلايد مشرحة للمعلومة العامة، لأنه حنأخذ هذا الكلام بالتفصيل خلال المساق، لأنه حنذكر الآن أسماء فيروسات ولسه ما خدناهاش في الشرح، فلما نشرحها حنلاقي إنه السلايد هذا أسهل إنه للفهم، بس الآن جيد إن أتعرف إنه في عندي منافذ للدخول زي ما شرحت مسبقاً. إيش المنافذ اللي شرحناها قبل شوية؟ ريسبيراتوري، إيش كمان عندنا؟ فيكال أورال،
ليجيونز سلايفا فومايتس، في عندنا كذلك زونوسز انسكتس انيمالز بلاد دم سيكسوال كونتاكت ماتيرنال نيونيتال جينيتيك، هذول كلها هي تعتبر منافذ لدخول الميكروب. وهذا المقابل موجود هنا عندي مين امثله لكل منفذ، يعني في الريسبيراتوري ايش ممكن يدخل فيروسات، باراميوكس الانفلونزا فيروس البكورنا فيروس الكورونا فيروس اللي احنا بنحكي عنه، تمام. في كالاورال رول زي مين عندنا بكورنا فيروس روتا فيروس وهكذا. وايضا عندي كونتاكتس اللي هي ليجيون سلايفا فومايتس الهربس سيمبلكس فيروس والبوكس فيروس والادينو فيروس وهكذا. اذ هذه يعني تعتبر امثله لمين لمنافذ الدخول. ونساش البلد على سبيل المثال كمرورا سريعا الاتش اي في والهيباتايتس بي، هذول اكثر فيروسين بننتبه اليهم لانه بينتقلوا من خلال الدم. هنا الان نوع من التفصيل للكلام اللي شرحناه قبل شويه. ايش قلنا احنا سايتس اوف فيرال انتري وير في الجهاز التنفسي، ايش في حكي عن الجهاز التنفسي؟ الميزة الجهاز التنفسي من ناحيه مناعيه في التعامل ضد الفيروسات او الميكروبات. في عندنا زي ما انتم شايفين واضح الكلام اللي احنا شرحناه، في عندنا الميوكس لاير، تمام، في عندنا الالفيولار ماكروفيجز، هاي من الاشياء اللي تعتبر ديفنس بارير. ايش يعني ديفنس بارير؟ وسائل تعتبر حمايه ووقايه ضد اللي هو دخول الميكروبات والفيروسات. طب ايش اللي بيساعد انها تكون ديفنس بارير؟ من خلال الميوكس لاير ومن خلال الالفيولار ماكروفيجز. هي برونكايتس، تمام، هذا بتوضح ليش الفيروسات. انتري اوف انتستاين، ايش في شغلات برضو ديفنس موجوده في الانتستاين ضد الفيروسات الموجوده او تدخل الها. في عندنا على سبيل المثال الامسلز، الامسلز لها دور هام جدا في منطقه الانتستاين كديفنس بارير اجينست ذا فيروس. سكن، ايش قلنا سكن اهم حاجه، سكن انتجريتي. ايش يعني سكن انتجريتي؟ انه لا يوجد اي خدش او جرح او اي خرمش خلينا نقول على الجلد، لانه هاي تعتبر اذا كان صار اي جرح او خدش على الجلد هذا يعتبر منفذ من خلاله ممكن يدخل الفيروسات. ليمفاتيك كابيلاريز، الليمفاتيك كابيلاريز تعتبر مور بيرميبل ذان سيركيولاتوري سيستم كابيلاريز فاسيليتيتنج فيروس انتري فيريونز باس ثرو ذا ليمف نودز. بيقول لي احنا الفيروس ممكن يكون موجود عندنا وين؟ في لوكال مالتيبليكيشن في منطقه معينه، زي مثلا في الفم او في مثلا منطقه الايزوفيجاس او الاوروفارنجل او نيزوفارنج، المهم موجود في المنطقه هذه. لكن الفيروس الان بده يروح على الدم، ايش المنافذ اللي بمر فيه حتى يصل للدم؟ من الليمفاتيك كابيلاري. الليمفاتيك كابيلاري وجدوها انها تعتبر مور بيرميبل، تعتبر اكثر نفاذيه من اللي هو السيركولاتي سيستم كابيلاريز، بحيث انها تسهل دخول الفيروس، ومنه الفيروس حتى يمكن ان ينتقل الى مين؟ الى الثرو باس فيريون باس، بحيث انه يمر الفيروس في طريقه في هذا من خلال اللي هو الليمف نودز. ممتاز. اذا الان حنيجي لحاجه بتوضح لنا اياها ومهم نعرفها، وهي كورسز اوف فايرال انفكشن. ايش هي الاشياء اللي بتمر الان؟ الحين فيروس كورونا بيدخل صح؟ او اي فيروس بيدخل جسم الانسان. طب في هنا حاجه بنسميها في تعريفاتنا للفيروس عند اصابته ودخوله والباثوجينز تبعته في جسم الانسان، في حاجه بنطلق عليها برايمري ريبليكيشن، في عندنا حاجه بنطلق عليها سيستميك سبريد، في شغله بنسميها سكندري ريبليكيشن. طب ايش الفروقات هاي في التسميات؟ برايمري ريبليكيشن من اسمها،
It is the place of primary replication. هو المكان اللي بصير فيه التضاعف والتكاثر الأول لمين للفيروس. بحيث عندنا الفيروس إيش بصير فيه عندنا replicate after gaining initial entry into the host. بحيث إنه الفيروس بصير يتضاعف بعد ما يكتسب منفذ دخول إلى الجسم العائل. على سبيل هنا مثال بيقول لي this frequency determine وهذا طالما ما يحدد the infection will be localized at the site of entry وهذا ما يحدد أيضا إنه هل الفيروس حيصير localized. إيش يعني localized؟ يعني حيظلوا قاعد في منطقة الدخول تبعته يتضاعف وبعدين بطلع وخلص، ولا ممكن إنه الفيروس بعدها زي ما قلت قبل شوية سبريد ينتشر بروح على الليمفاتيك ومنها بروح على مين على البلد ومن بسبب systemic infection وبصيب أعضاء مختلفة في جسم الإنسان. هذه بنسميها primary replication. primary المكان الأول اللي دخلوا الفيروس وصار فيه عندي إيش التضاعف وتكاثر. systemic spread اللي كنت الكلام اللي بحكيه قبل شوية إنه هو apart from direct cell to cell contact، بحيث إنه الفيروس ممكن يصل blood stream ممكن يصل لمين كمان للcentral nervous system. هذا بنطلق عليه systemic لأنه خلاص دخل الدم ومن خلاله بصيب من أعضاء مختلفة أيضا في جسم الإنسان. في أنا secondary replication. secondary replication takes place at susceptible organ tissues following systemic spread. وغالبا هذا secondary replication نكتشف بياخد مكانه بعد ما يدخل بعد ما إنه الفيروس يدخل من الأنسجة والأعضاء ويتبع following ويتبع مين انتشاره في وذلك يتبع انتشاره في الدم لأنه الفيروس أول حاجة بيصير localized infection في مكان معين. بعدها إيش بصير فيه؟ بيدخل الفيروس من خلال الليمف بروح على البلد، من خلال البلد بصل لمين؟ بصل لأعضاء الجسم المختلفة وهذا بنطلق عليه systemic spread. وبصير في عندي secondary replication. في هاي السلايد بتبين إلي المراحل التي يمر الفيروس بها من حين دخوله إلى جسم الإنسان إلى حين خروجه، وأعتقد هنا موضح بشكل ممتاز اللي هي replications at the site of entry. إيش الأماكن اللي ممكن يدخل من خلالها الفيروس؟ واضح اللي هو من خلال الجلد، السيرفيس، السكن، ميوكس ممبرين، respiratory tract، gastrointestinal، هذه المنافذ. وقلنا ممكن يصير في local multiplication للفيروس، بصير primary replication للفيروس، ممكن يخرج يصير له شدينج يطلع. وفي مراحل أخرى زي ما شرحت قبل شوية وين بمر الفيروس من خلال الليمف نود، وين حيروح على الليمفاتيك، ومن الليمفاتيك بصل مين للبلد، وده وصل للبلد بعدها ممكن ينتقل إلى أعضاء أخرى زي مثلا المسل، الليفر، السبلين، البلد فيزلز. وإحنا هنا بنبدأ ما في الحديث ما يسمى بمين بالسيستميك انفكشن، هو الفيروس بدخل الدم ومنه ينتقل إلى أعضاء الجسم الإنسان. وهنا ممكن من البلد يصير له شيدينج، يعني شيدينج يعني في بعض الفيروسات من البلد بصير لها شيدينج، بصير لها خروج من منفذ خروجها، تعتبر زي مين زي الهيباتايتس فيروس، هيباتايتس بي فيروس والبوليو فيروس. طيب ايضا بقول لي يمكن لهذه الفيروسات ايش يصير لها كان في عندي هذا بنطلق عليها برايمري فيريميا، ممكن يحدث لها بعدها بعد ما تصل الدم يرجع تاني يصير عندها سكندري فيريميا. ايش يعني في السكندري فيريميا؟ بتروح على اماكن اخرى زي مين عندي زي اللي هي سكن، زي الميوكس ممبرين، زي اللانج، الكيدني، الجاسترو انتستاينال تراكت، البرين. هذه اماكن اخرى اللي هي يمكن انه يذهب الها اللي هو الفيروس. وعلى ذلك الترانسميشن تو اذر هوست. مين هذه على سبيل المثال وانا موضح أمثلة لأنواع الفيروسات التي تنتقل من الدم وتصيب أيضا أعضاء أخرى replication sites يمكن أن تتضاعف فيها الفيروسات في مثل هذه الأماكن. تمام هذا كتير مهم السلايد هذه توضح لي المسار اللي entry dissemination انتشر الفيروس وين shedding of the blood prone viruses وخروج الفيروسات وخصوصا الموجودة في الدم. وهنا الصورة هاي بتوضح لي سلايد هذا بتوضح لي cell associated and plasma viremia. على سبيل المثال
ايش الانواع الخليه؟ مونوسايت ماكروفاج، بي لمفوسايت، تي لمفوسايت، اريثروسايت، نيتروفيل، فري ان بلازما. ايش انواع الفيروسات اللي طبعا مرتبطه هان، وايش الديوريشن اوف فيريميا، هل هو اكيوت او بيرزيستنت؟ هاي معلومات عامه جيد برضو نطلع عليها. تمام، نيجي الآن اللي تحدثنا فيها هذه الجزئية بشكل جيد، وهي local replication and local spread. ايش مقصود في ذلك؟ انه الآن في قبل شوي حكينا local بصير replication في مكان معين وبصير shedding للفيروس، وممكن يصير dissemination من خلال الليمف للبلد ويصير في عندي primary viremia وsecondary viremia زي ما شرحنا في السلايد اللي قبل. فهنا في ملاحظة بحكي لي اياها، بقول لي انه معظم انواع الفيروسات spread among cell، تنتشر ما بين الخلايا extracellularly، يعني ايش؟ خارج الخلية. لكن في بعض الاحيان نجد انه بعض الفيروسات تنتشر وين؟ intracellularly، داخل الخلية. هي معلومة مهمة. طيب الاكسترا سيلولار سبريد انتشاره خارج الخلية للفيروس كيف؟ بحيث انه الفيروس بصير له ريليز وين؟ في الاكسترا سيلولار فلود، السائل الموجود خارج الخلايا، وبالتالي بيعمل عملية انفكشن للخلايا المجاورة اللي جنبه. طب اما الانترا سيلولار سبريد ايش كيف بصير؟ اعتقد يمكن شرحناها مع بعض سابقا لما حكينا بصير عندنا فيوجن اوف انفكتد سيل with adjacent and infected cell. لما تكلمنا عن مين تتذكروا؟ عن السينسيتيا المالتي نيوكليتد جاين سيل، لما يصير في عملية فيوجن فيما بينهن، هنا ايش بسوي؟ بكون ما يطلق عليه سينسيتيا، اللي هي بسميها هنا طبعا بكون ناتج انه سيتوبلازميك بريدجز بتوين سيلز. طيب هنا لذلك بوضح لي هنا برضو معلومة، بقول لي most viruses spread extracellularly، معظم الفيروسات ايش مالها؟ تنتشر مين؟ اكسترا سيلولار، لخارج الخلايا. ما عدا لكن الهربس فيروس، باراميوكسي فيروس، بوكس فيروس تنتشر مين؟ جزئيتين انترا واكسترا. يعني هناك فيروسات يمكن انه يصير لها سبريد انترا سيلولار واكسترا سيلولار. بنكمل بنقول هنا لوكال اوف استابليشمنت اوف لوكال انفكشن مي ليد تو، يعني هنا بصير عندي local infection، بصير لما يصير في عندي دخل الفيروس لمنطقة مثلا في العين، في الفم، في الأنف، هنا بصير في local infection. ولما يصير في local infection ممكن يصير عندنا localized، يطلق عليه localized disease، في عندنا صار التهابات في المنطقة هذه، and localized shedding of the virus. وممكن انه زي ما توضحت في الصورة اللي قلت لكم عنها المهمة قبل، انه ممكن الفيروس يعني بيكتفي انه يكون برا، وهذا بصير حتى مع كورونا يكون فوق وبخشش على الرئتين عند بعض الناس، يعني ممكن يكون التهابات الفيروس تظلها فوق بس في منطقة الفم او العين او النيزل او كذا، وبتاخذ وقت وبتروح دون انها تدخل منطقة اللانز. نعم صحيح، هنا lead to localized disease and localized shedding of the virus. Local replication. فهنا من الملاحظات أيضا الهام الحديث فيها إنه في بعض الفيروسات زي البوليوميلايتس اللي بتسبب شلل الأطفال، small pox، measles الجدري، measles الحصبة، كيف هذه بتنتشر؟ من خلال مين؟ الدم. After initial period of replication in portal of entry، بعد ما يصير لها عملية تضاعف في أول مكان تدخل فيه، وهذا الكلام شرحناه قبل شوية لما قلنا في البرايمر ريبليكيشن. ايش سميناها؟ البرايمر هو المكان الاول الذي يدخل فيه الفيروس ويحدث عمليه الريبليكيشن فيه، تمام؟ بعدين يمكن انه ينتقل الفيروس ويدخل من خلال الدم الى اعضاء اخرى مختلفه في جسم الانسان. فهذه المثال على ذلك، حكينا البوليوميلايتس، سمول بوكس، والميسلز. هنا توضيحا ايضا وين ممكن الفيروس يروح بعد دخوله للدم، ممكن يروح للالمنتري، للريسبيراتوري تراكت، زي ما قلنا كورونا وين راح؟ الريسبيراتوري. فيروسات تانية وين بتروح؟ زي البوليو مثلا على الالمنتري.
where the infection often causes no significant symptoms or signs of illness. ممكن في بعض الحالات انه ما يكونش ظهر اعراض واضحه او دلائل للمرض، لانه الفيروس ايش بيساوي؟ بيقول لي kill cells that are expendable and easily replaced. لانه الفيروس احيانا في بعض الحالات بيعمل بقتل للخلايا، وبصير هذه من الاشياء اللي بصير فيها، انه هاي الانفكشن ما بتظهرش عندي في هذه الحالة أعراض أو ساينز، لأنه الفيروس يقوم بمين؟ بقتل الخلايا الموجودة واللي ممكن تحل محلها خلايا أخرى. ممتاز. طيب هنا في ملاحظة أخرى، بوليوميلايتس شل الأطفال، إيش بيقول؟ وين لما في حالة شل الأطفال وين الفيروس لما بدخل، وين رايح، وين وجهته هو؟ إحنا نقول شلل، الإنسان أصيب بمين؟ بالشلل. فإذا إيش اللي بصير عندي الآن؟ في البوليوميلايتس السنترال نيرفس سيستم is the target organ whereas the elementary tract is both. إيش يعتبر الالمنتري تراكت؟ يمكن يكون portal of entry، وممكن يكون اللي هو shedding، مكان للخروج الفيروس، يعني يعتبر منفذ لدخول الفيروس لجسم الإنسان، وأيضا يكون يمكن أن يكون منفذ لخروج الفيروس. وعلى ذلك يعني بنحكي عن جملة مهمة، إنه التارجت أورجان والسايت أوف شيدينج ميبي دي سيم. هذه جدا مهمة، إنه الهدف اللي الفيروس رايح له، وإنه ممكن من خلال منه أيضا بعد ما يروح ويعمل تكاثر أو تضاعف في هذا المكان، ممكن يصير عندي شيدينج أيضا من مين؟ للفيروس من هذا المكان، شيدينج خروج الفيروس من هذا المكان. نعم. طيب فيروس بريد الفيروس سبريد ان دي بادي افتر انترزن، صار واضح بيعمل لوكالايز وسيستميك انفكشن، وصار واضح عندي ايش الفرق بين اللوكالايز انفكشن الان والسيستميك انفكشن، صرنا خبراء الان فيه وفاهمينه بشكل كتير ممتاز. لوكالايز انه مكان محدد معين، يعني هنا بعد ما دخل الفيروس ايش صار له؟ ريبليكيت لوكالي، لوكالي ملاحظين كلمة ايش بقول انا؟ لوكالي يعني فقط في المكان اللي دخل فيه. No invasion to sub-epithelial tissue، بدخلش تحت على sub-epithelial tissue. The virus rarely reach lymphatic، نادرا ما يصل lymphatic system والblood. Recover is usual، وعادة ما يتم الشفاء من مثل إصابة الفيروس في هذه الأمر. أما لما أقول أنا virus spread ونروح على systemic infection، إيش المقصود هنا؟ هنا بصير عندنا generalized infection، خلاص دخلنا في برايمري فيريمي وسكندري فيريمي، وشوفنا قبل شوي كيف الوضع، انه بعد ما يدخل الفيروس بتضاعف لوكالي، تمام. بعد ما يتضاعف لوكالي عمل انفيجن لمين؟ للسب ايبيثيليال. وين وصل قبل شويه؟ لمف نود، وبعدين لمفاتيك، ومن ثم وصل لمين؟ ل عفوا وصل اللمفاتيكس كابيلاري، ومن ثم وصل مين؟ اللمف نودز. وفي اللمف نودز ايش بصير عندي؟ Virion are exposed to macrophage، بتعرض للماكروفاج and are engulfed, processed, and some of viral protein are expressed on the surface of macrophages. يعني لما في الليمف نود الفيريون بصير exposed لمين؟ بتعرض للماكروفاجز اللي ممكن تعمل له engulfing، وبصير عندي لما يصير في عندنا engulfing بصير عندنا processing للفيروس، وايش بصير expression لمين؟ للviral proteins اللي بتوجود، بتصير على وين؟ على سطح ايش؟ الماكروفيج، سيرفيس اوف ماكروفيج. وعلى ذلك ايش معناتها الان الفيروس الماكروفيج حسب ما شفته الان في حديثنا، مش قلنا في الليمف نود في ماكروفيج، والفيريون اول ما دخل في الماكروفيج في الليمف نود عفوا واجه الماكروفيج اللي عملت له انجلفنج وعملت اكسبريشن لميل للفيرال بروتين، فبالتالي الماكروفيج هنا ايش كان لها دور؟ دول فانكشن، يعني لها في وظيفة ازدواجية. ايش عملت اول حاجة؟ بروسيسنج، وايش كمان دخلت وعملت له انجلفنج، ومن ثم عملت بريزنتنج لمين؟ للفيرال انتيجين على سطح الخلية. هاي عندي انا الفيروس بريد لوكالايز، هاي لوكالايز واضح، هاي لو بشيت معاها 1 2 3 4، هاي الفيروس وين؟ انفايرمنت، دخل وين؟ الخلايا، صح، بورتال اوف انتري منفذ الدخول.
صار عندي ملتبليكيشن، مش احنا قلنا قبل شوي بصير ملتبليكيشن للفيروس، فالان صار لوكال ديسيز، صار ملتبليكيشن، ومن ثم صار عندنا شيدنج. ايش يعني؟ خروج للفيروس. لما يخرج الفيروس ومن ثم حينتقل للبيئه اللي هو اجى منها، هذه بنسميها اللي ابسط حاجه واسهل حاجه اللي هي اللوكالايزد انفكشن. تذكرون لما جينا تحدثنا انه في عندنا التارجت اورجن اورجن والسايت اوف شيدنج. شوفوا هنا امثله رائعه، وهذا كثير جدا مهم. هاي السلايد ايش بقول هنا؟ الانفلونزا وين وين رايح؟ وين التارجت تبعت الانفلونزا الكورونا؟ وين هذه الفيروسات وين رايحه عندنا؟ على الجهاز مين؟ التنفس، راح تقرب الرئتين، تعمل مصيبه في الرئتين. طب هنا بقول روت اوف سبريد، طريقه الانتقال لوكال، يعني دخلت لوكال. الان خصوصا لو جينا على الانفلونزا في حال انه كان انفكشن لوكال، يعني الاصابه في منطقه معينه، وين التارجت اورن اورجان اللي رايح له الفيروس؟ للريسبيراتوري تراكت. طب الحين الفيروس الانفلونزا بنعدي، لما تيجي تعدي الناس الاخرين كيف بتعديهم؟ تعطس، وبالتالي بتعطس من وين؟ من الجهاز التنفسي. فاذا الجهاز التنفسي هو كان ايش ماله؟ له وظيفتين، كان هو كان هو التارجت اورجان، وايش كمان؟ كان هو السايت اوف شيدنج، هو المكان الذي خرج منه ايضا الفيروس. وفي عندي امثله اخرى زي الكورايزيا، وفي عندنا الجاسترونتيرايتس والورث، هذه امثله هامه جدا اتعلمها لما اجي اقول والله سايت اوف امبلانتيشن، روت اوف سبريد، طريقه انتشاره، تارجت اورجان، سايت اوف شيدنج. هذه المصطلحات مهم نتعلمها، وهي السلايد فيها كثير معلومات مهمه. انا برضو بتوضح لي سبريد اوف بكورنا فيروس اوفر بادي سيرفيسز فروم اي تو فارينكس اند انتستاين ديورينج ناتشورال انفكشن. وهي السلايد الموجوده امامنا بتوضح اللوكالايزد والسيستميك انفكشن. هنا على سبيل المثال قلنا احنا ما بصيرش، ما بتدخلش على السب ابيثيليال تشو، فوين الوضع بيكون هنا؟ في السيرفيس، سيرفيس انفكشن، فيلر تو سبريد تو ديبر تشو، ما بتنزل للانسجه الداخليه عميقه. مثلا على سبيل المثال انفلونزا فيروس ان ريسبيراتوري ابيثيليوم، ان ريسبيراتوري ابيثيليوم. اما هنا على سبيل المثال في حاله الهربس سيمبلكس فيروس ايش بنلاقي؟ سيستميك انفكشن، بحيث انه الفيروس وين ممكن يدخل؟ في الديبر تيشيو، انفكشن اوف ديبر تيشيو زي الهربس سيمبلكس فيروس. هاي السلايد كمان مهم نركز على المعلومات اللي موجوده فيها. اعتقد هاي السلايد شرحناها بالتفصيل، تقريبا شبيهه جدا بالسلايد اللي شرحناها قبل، كيف عندنا الانفكشن بصير، ايش المنافذ تبعت الدخول للفيروس، بتروح على الليمف نود، بتروح على الليمفاتيك، منها بتروح على البرايم البلاد ستريم، في عندنا برايمري فيريميا، وبعدين عندي سكندري فيريميا. هذا الكلام شرحناه في سلايد سابقه بالضبط. وهنا عندنا شرحناه ايضا اللي هو ديفرنت روتس اوف فايرال انتري، في هناك اكثر من منفذ لدخول الفيروس لجسم الانسان. في على سبيل المثال الريسبيراتوري تراكت، في عندنا لوكالايزد ابر تراكت، وفي عندنا لوكالايزد لوور تراكت، في عندنا انتري فيا ريسبيراتوري تراكت فولود باي سيستميك سبريد، تمام. في عندنا اليمنتري تراكت سيستميك لوكالايزد، في عندنا يوريجينيتال تراكت سيستميك لوكالايزد، في عندنا ايز سيستميك انتيروفيروس 70 هيربس سيمبلكس فيروس، سكن هاي عندي ايش الفيروسات تدخل عن طريق سكن، هذا موضح ايش الاماكن وكي وايش الفيروسات اللي بتدخل من هاي المنافذ، تمام. هاي الامثله موضحه ايش انواع الفيروسات اللي بتمر من هذه المنافذ. لما اجي اقول والله هيومن اميون ديفشنسي فيروس بتدخل عن طريق مين؟ عن طريق اليوروجينيتال تراكت. لما جاول انتيرو فيروس 70 او هربس سيمبلكس فيروس ممكن يدخل عن طريق الاي، السكن،
ايش البوكس فيروس، فلافي فيروس، تدخل عن طريق مين؟ الجلد، وهكذا. الفيروس الآن نيجي على المرحلة التي تليها واللي شرحناها. الفيروس سبريد لما بعد ما صار له لوكالايز، ممكن يسبريد لما قعدنا نتحدث عن مين، فشرحنا عن البرايمري فيريمي وسكندري فيريمي وشرحناها بشكل كتير ممتاز، لما حكينا انه الليمفوسايتس كان ناو ريكوجنايز فيرال انتيجنز اون دي سيرفيس اوف ماكروفيجز. فيريونز انتر بلاد ستريم، ممكن الفيريونز تدخل وين؟ تدخل اللي هو مجرى الدم and carry to the liver، وبعدها تروح على وين؟ على الليفر والسبرين، وهذا اللي بنطلق عليه برايمري فيريمي، وممكن يصير عندي ريبليكيشن للفيروس في هذه الاماكن. شرح هذا الكلام بشكل جيد. سكندري فيريمي لما قلنا انه الفيروس بيدخل لمين؟ ل سكايد اوت باي بلاد، بيطلع مره ثانيه من الدم وبيعمل انفكشن لاذر اورجانز، زي مين؟ زي الجهاز العصبي المركزي، لانجز، سليفري جلانز، نيزل، اورال ميوكس ممبرين. هاي عندي كمان تايبز اوف، بشكل واضح انا تايبز اوف ترانسميشن، كيف ممكن ينتقل الفيروس؟ respiratory and salivary spread, fecal oral spread, venereal spread, وفي عنا اللي هو vector biting arthropod من خلال الحشرات القارضة، في عنا vertebrate reservoir، هي عنا من خلال الحيوانات، وفي عنا كذلك اللي هي زي مثلا عندي vector vertebrate ريزرفوار اللي هي الحشرات اللي بتيجي على مين؟ على القوارض، ومن ثم بتنتقل للإنسان. مثال على ذلك اللي هو الطاعون. أظن هذا شرحناه أيضا. الفيروس سبريد ثرو بلاد ستريم ديورينج جنرالايز انفكشن، إنه الفيروس بينتشر في الدم، لو مرينا على المراحل مرورا لأنه هذا الكلام شرحناه أيضا، بس لأهميته بنعيده مرة تانية لأنه بتوضح لي كيف الروتس تبعت الفيروس في جسم الإنسان. هاي الفيروس في الانفيرومنت، بورتال اوف انتري، منافذ دخول الفيروس، سايس الكونتاكت وذ بلاد اند ليف، بخش عندي الآن في الأماكن اللي إلها على تواصل مباشر مع البلاد والليمف، لما قلنا ليمف نود وقلنا ليمفاتيك، بتروح برايمري فيريميا وسكندري فيريميا. وفي عنا اللي هي الآن إن هذه كانت واضحة جدا عندي. تارجت أورجانز، بتروح على التارجت أورجانز، وممكن طبعا إنها تسبب في هذه الأماكن اللي هو إيش الأمراض. كذلك ممكن الفيروس يروح على مين؟ على السايز أوف شيدينج، نفس المكان يصير عنده شيدينج لمين؟ لا الفيروس، بحيث إنه بعد ما يصير له شيدينج وين حيروح؟ على الانفيرومنت، وبتتكرر السيركل مرة تانية. أعتقد واضحة هذه من خلال ما تم شرحه سابقا، أعتقد هذه المعلومات جدا واضحة. وهي السلايد كتير 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 مهمة، أنا أكتب عليها، مهم جدا لأنه بيجي منها كتير أسئلة في الامتحان. ليش أنا بتوضح لي مثلا، بجيب مثال بسيط يعني عشان أسهل المعلومة. بوليوميلايتس شلل الأطفال، صح؟ مرض جيد. أنا كأخصائي تحاليل طبي يكون عندي معلومات مهمة عن هذه الأمراض. common site of implantation وين؟ عن elementary tract، وين رايحة؟ على elementary tract. كيف راحت على elementary tract؟ من خلال مين؟ البلد. وين قلنا؟ نيرف، الجهاز العصبي المركزي. طيب common site of implantation من خلال مين راحت؟ خلينا عشان اسهل يمكن المعلومه اكثر وافضل. وين التارجت اورجان وكيف راحت له؟ كيف من المنافذ الدخول والمرور؟ راح على مين الحين في شلل الاطفال؟ راح على التارجت اورجان، على الجهاز العصبي المركزي، تمام؟ كومن سايت اوف امبلانتيشن، من خلال مين دخل الفيروس، تمام؟ من خلال الالمنتري تراكت، وين راح بعدها؟ على الدم، ومن الدم رايح على التارجت اورجان من خلاله، من خلال النيرف ايضا وصل للجهاز العصبي المركزي. طب نفسه الالمنتري تراكت اللي دخل من خلاله الفيروس هو يمكن ان يكون سايت اوف مين؟ شيدنج. ممتاز.
هذه معلومات جدا نقرأها ونفهمها، لأنها معلومة مفيدة جدا إن نعرفها. هيباتيتس إيه، هذا نجيب مثال ثاني وثالث عشان يعني أسهل المعلومة عليكم تفهموها كويس. هيباتيتس إيه، الحين هيباتيتس إيه وين رايح هو؟ بده يعمل التهاب في مين؟ في الكبد، صح؟ طيب كيف ممكن يدخل هذا الفيروس؟ في كالأورال روت، الطريق الاليمنتري تراكت، عن طريق الجهاز المعوي. طيب ومن ايش الطريق، ايش الطريق اللي حيوصله للليفر؟ من خلال مين؟ من خلال الدم، روت اوف سبريد، طريقة الانتشار للوصول للهدف. لما بقول روت اوف سبريد، طريقة الانتشار للوصول للهدف من خلال مين؟ الدم. وصل لوين؟ للليفر. بقول لي هنا كمان معلومة جدا كتير مهمة، انه الليمنتري تراكت اللي احنا بنحكي عنه هو سايت اوف مين implementation، منه يدخل الفيروس، وإيش كمان site of sharing، ومنه أيضا يخرج الفيروس. أجيب لكم كمان مثال ثالث عشان المعلومة تكون أكثر وضوحا كمان. فيروس الإيدز، الإيدز وين رايح هو؟ فيروس الإيدز لما بخرب المناعة تبع الجسم الإنسان، راح على الإميون سيستم، وين كمان؟ على البرين. طب كيف دخل جسم الإنسان فيروس الإيدز؟ دخل جسم الإنسان فيروس الإيدز من خلال injection trauma intestine. طب كيف وصل للبرين؟ من خلال مين وصل؟ من خلال البلد. طيب سايت اوف شيدنج، كيف ممكن يصير له شيدنج للفيروس؟ من خلال البلد، وأيضا من خلال السمن، حيوان منوي، منتقل عن طريق الاتصال الجنسي، صح؟ هاي أعتقد صارت واضحة جدا المعلومات. مهمة إن أنا إحنا كطلبة بندرس مساق فيروسات، هذه المعلومات نكون فاهمينها بشكل كتير ممتاز. تمام. dissemination from portal of entry، وهي كمان توضحت إن لما قلنا الانتري في عنا dissemination وعنا shedding. طب dissemination انتشار الفيروس، مين اللي ساعدنا في الانتشار تبعه؟ شغلتين، مين هم؟ البلد والدم والنيرف. نعم، البلد وصى والنيرف وصى. هي ما قبل شوية لما شفنا فيروس، الفيروسات كيف طريقة الانتشار للوصول للهدف زي ما بسميها. إذن فيرميك the most common route of systemic spread from portal of entry is circulation، بحيث أنه من خلالها الفيروس يصل لمين؟ لللمفت. كذا الكلام شرحنا كويس. فيروس may enter target organ from capillary، من كيف ممكن يدخل target organ من الكابيلاري؟ بحيث أنه بصير له multiplying في الاندوثيليال سيلز أو fixed macrophages. تمام، ممكن يصير عملية الديفيوج ما بين مين؟ الجابز الموجودة ما بين الخلايا. ممكن يصير له carried by migrating leukocyte، الليكوسايتس اللي بتعمل migration ما بين الخلايا. طيب هذه شغلة اللي هي فيرمك. إيش الشغلة الثانية اللي ممكن الفيروس ينتشر من خلالها؟ أيضا النيرف، dissemination via nerves usually occur with rabies virus، وهذا ما يحدث غالبا مع مين؟ مع فيروسات زي الريبس، and sometimes with herpes virus and poliovirus infection. Dissemination through the nerve is less common than bloodstream، وغالبا ما نجد انتشار الفيروس من خلال الأعصاب أقل من انتشاره من خلال الدم. This mechanism is occur في rabies virus, herpes virus، وفي بعض الحالات في poliomyelitis virus infection. كيف ممكن يصير dissemination من خلال النيرفز؟ على سبيل المثال هنا بجيب مثال انه ريبز فيروس، كيف بالفيروس هذا دخل الجسم الانسان؟ من خلال مين؟ البايت، from rabid animal. وايش بصير له هذا الفيروس؟ سب ريبليكيت سب كوتينيوسلي، يعني بصير له عملية تناسخ وين؟ تحت الجلد and with the muscular tissues to reach وين الهدف تبعه رايح؟ to reach nerve ending، حتى يصل للأعصاب. هي عندنا فيروس سبريد، انتشار الفيروس، كيف انتشار الفيروس؟ هي عندي فيروس في الانفايرمنت، في عندنا peripheral nerves، infection at portal of entry، بصير عندنا التهابات في مكان الدخول، في عندنا peripheral nerve بصل للجهاز الجهاز العصبي الطرفي، or target organs الهدف اللي رايح له الفيروس، في عندنا disease، وفي عندنا site of shedding، في عندنا طبعا تسبب المرض، ممكن يسبب الفيروس المرض، ونفس المكان هذا ايش ممكن يكون يعتبر مكان انتشار الفيروس مرة أخرى في
في الانفايرمنت واعاده الاصابه بالفيروس. ممتاز. هاي البوسيبل باثويز اللي بمر فيها سبريد فيروس زي ما حكينا الديسيمينيشن من خلال مين؟ النيرف، من خلال الاعصاب. تمام، نيجي لاخر نقطه في محاضرتنا اليوم اللي حنشرحها اللي هي ومهم كتير، بسميها سيل تيشو تروبيزم. ايش يعني دكتور معناه تيشو تروبيزم؟ مقصودها فايرال افينيتي فور سبيسيفيك بادي تيشو. الحين فيروس كورونا جاي على وين؟ مش جاي على الجهاز التنفسي يعمل مصايب في الرئتين؟ رايح على الكليه؟ رايح على الهارت؟ رايح على اماكن، رايح على التستس بيعمل مشاكل في التستس؟ طب ايش هذا الافينيتي لهذا فيروس كورونا في هذه الاماكن؟ كان من خلال مين؟ هذا اللي بنسميه تيشيو تروبيزم، فايرال افينيتي فور سبيسيفيك بادي تيشيو. تروبيزم از ديتيرمايند باي، وذلك يتم تحديده من خلال مين؟ وجود ريسبتورز في هور دي فيروس. الحين ليش هو الفيروس رايح على الجهاز التنفس؟ لانه هي ريسبتورز قاعده هناك، في الاي سي اي ريسبتورز موجوده، فالريسبتورز عامل كتير مهم. طب ايش في كمان شغلات تساعد في الفايرال افينيتي لسبيسيفيك بادي تيشوز؟ سيل ترانسكريبشن فاكتورز ذات ريكوجنايز مين هذه الترانسكريبشن فاكتورز؟ البروموترز تبعت الفيروس، الفايرال بروموترز اند انهانس سيكونسز اند انهانسر سيكونسز. والسيكونسز الموجوده يعني معناتها في عندي انا موجوده ترانسكريبشن فاكتور بتتعرف على البروموتر بتتعرف على الانهانسر سيكونسز الموجوده في الجينوم تبع الفيروس. ممتاز. رقم ثلاثة انه ability of cell to support virus replication اللي احنا اطلقنا عليها ايش يا طلابنا؟ permissive. لما قلنا الخليه التي تستطيع ان تدعم replication of the virus ايش سميناها؟ permissive cell. فهذا معناته هذا اللي بيساعد في viral affinity for a specific body tissue. كمان رقم أربعة physic barriers العوامل المانعة. رقم خمسة من الأشياء الهامة جدا local temperature pH oxygen tension enzyme and non-specific factors in body secretions. هذه عوامل مهمة، local temperature درجة الحرارة، ال pH الأكسجين. طيب رقم ستة digestive enzymes الإنزيمات الهاضمة and bile in gastrointestinal tract في الجهاز المعوي that may inactivate some viruses والتي تثبط في بعض الفيروسات. local واضحة digestive enzymes and bile في gastrointestinal tract. tissue tropism من أمثلة على الكلام اللي كنا بنشرح فيه قبل في هاي السلايد. على سبيل المثال عندنا بوليو فيروس selectively infect and destroy certain nerve cells and have higher concentration of surface receptors for polio viruses than do virus resistant cells. اللي هو الفيروس شغل الأطفال، بيستطيع إنه الفيروس إن وين selectively رايح يعمله تدمير؟ مش جهاز رايح على الجهاز العصبي المركزي؟ ليش رايح على الجهاز العصبي المركزي؟ عشان يعمل infect ويعمل destroy لمين؟ لcertain nerve cells موجودة في المكان. طيب مين في عنا rhinoviruses؟ وين multiply rhinoviruses؟ exclusively في upper respiratory tract. ليش طيب؟ they are adapted to multiply بس لأن تستطيع هذه الفيروسات أن تتضاعف في إيش؟ في ظروف مين اللي حكينا عنها قبل شوية؟ low temperature and pH. وإيش كمان؟ high oxygen tension. فهذه الشغلات بتعمل بتزيد من viral affinity في هذا المكان. طيب كمان enteroviruses، وين enteroviruses بصير لها multiplication؟ في الانتستين، partly because they resist، لأنها تستطيع أن تقاوم مين؟ تستطيع أن تقاوم inactivation by digestive enzymes، تستطيع أن تقاوم اللي هو inactivation by digestive enzymes اللي هي bile والacids. tissue tropism في عنا مثال أيضا تكميلي على ما تم شرحه، وهذا من دائما بنحكي فيها التيشو تروبيزم مهم جدا، اللي هي ريبس فيروس، فيروس ده الكلب. ايش ماله؟ بيستخدم مين؟
الاسيتال كولين ريسبتورز. لوين موجود هذا الريسبتورز؟ في نيورون از ريسبتور. والهيباتاتس بي بيرتبط مع مين؟ مع البوليمرايزد البومن ريسبتورز الموجوده في الليفر سيل. والكورونا فيروس ريسبتور مع الاي سي اي ريسبتورز الموجوده في اللانجز. الامستيان بار فيروس يوزز ايش كمان؟ كومبلمنت سي دي 21 ريسبتورز الموجوده وين؟ على البي لينفوسايت. والهيومن ديفيشنسي فيروس يوزز مين؟ سي دي 4 مولكيولز اللي موجوده في على التي لينفوسايت از سبيسيفيك ريسبتورز. هاي هنا بتوضح الفيروسات وإيش إنه كل فيروس إيش بنلاحظ إله ريسبتورز وفي عنا ريبريزنتاتيف سيل تايب لكل نوع من الفيروسات. سيل دامج في الأخير الفيروس وين عمل؟ مش عمل إنتر وعمل سبريد وعمل ديسيمينيشن. طب هو إيش بده يعمل الفيروس؟ ممكن يعمل اللي هو إيش؟ يدمر الخلية. May replicate widely throughout the body without any disease symptoms. يقول الفيروس ممكن أن يتضاعف ويتناسخ خلال جسم الإنسان دون أن تظهر أعراض المرض if they don't cause significant cell damage or death. خصوصا يمكن ما تظهرش الأعراض إذا هذا الفيروس لم يسبب أعراض واضحة من خلال أنه تقام بتدمير الخلايا أو موت هذه الخلايا. يعني على سبيل المثال هناك نوع من الفيروس زي مين عندنا على سبيل المثال؟ ريتروفيروسز إيش مالها؟ Don't generally cause cell death. لا تؤدي إلى موت الخلية. Being released from the cell by budding. وتستطيع أن تخرج من الخلية عن طريق التبرعم. Rather than. يعني لا تحتاج أنها تقوم بعمل cell lysis. اللي هو تدمير للخلية. وعلى ذلك تسبب مين persistent infections. بصير عندنا اللي هو الالتهاب طويل الأمد. لأنه بطول فترة زمنية أطول. تمام. على النقيض من ذلك في عنا فيروسات زي مين؟ بكورونا فيروسز. إيش هذا البكورونا فيروس بتساوي؟ بتعمل لايسز وديث للخلايا in which they replicate في المكان اللي بتناسخ فيه، وبالتالي إيش بتظهر الأعراض مباشرة عند المريض؟ لما إنه صار فيه تدمير للخلايا، صار فيه عنا فيفر، صار عنا increased mucus secretion، صار فيه اللي هو زيادة في الإفرازات. In the case of and increase the mucus secretion في مين؟ في حالة اللي هو rhinoviruses. ومع سبيل المثال أيضا ممكن يصير عندنا paralysis أو death وين؟ في حالات اللي هي البوليو فيروس بصير عندنا شلل أو موت، شلل الأطراف أو موت في حالات البوليو فيروسز. يعني معنات الكلام يعني إنه الفيروسات في الخلايا في مرات انه الخلايا انه بتبقى الفيروس في persistently in the cell. تمام. بدون انه يؤدي انه يعمل rupture إلها، وده بده يصير في عندي تكاثر او تخرج الى released منها بكون عن طريق اللي هو التبرعم، ماشي، rather than by cell lysis. لا يحتاج انه يعمل cell lysis. لكن في فيروسات زي البيكورونا فيروسز ايش بتعمل؟ cell lysis death للسيلز اللي بصير وين هي رايحة تعمل عملية ريبليكيشن، وبالتالي بتظهر أعراض زي الفيفر. وفي بعض الحالات زي بصير عندنا increase في الميوكس سيكريشن زي الرينو فيروسز. ممكن يصير عندنا paralysis وديث زي مين؟ البوليو فيروسز. أعتقد أمثلة واضحة جدا مهم إن نعرفها. ننتقل إلى السيل السلايد اللي بعدها. سيل شيدينج فيروس شيدينج. وشرحنا إحنا الفيروس انتري بصير له ديسيمينيشن وبصير هاي سيل دامج حكينا عنها. في الأخير بننتقل إنه الفيروس إيش بصير له؟ شيدينج. وشرحنا بشكل ممتاز إنه شيدينج ممكن السايت أوف إمبلانتيشن نفسه هو يعتبر السايت أوف شيدينج لمين؟ للفيروس. وهذا إن شاء الله حنتحدث عنه في الجزء الثالث من المحاضرة. ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.